التركيبه اللي اليوم الهيكل حاليا مكونه من ممثلين تاع جمعيات، جمعيه قضاه، نقابه صحفيين، ملك الصحف، ولكن هذاك كان الاطار الانتقالي تاع 2011. اليوم الدستور يفرض انه الهيكل هذه هيئه دستوريه مستقله يتم انتخابها مباشره مجلس النواب الشعب، والانتخاب طرف مجلس النواب يقتضي معناها تساوي فرص في الترشح وغيره. وبكسر لقينا اون فورمول، قبل كانوا تسعه كلهم دي كاندياتور ليبر، لقينا اون فورمول اللي فما ثلاثه من اعضاء الهيئه هذه يكونوا ممثلين او على الاقل ترشحهم الهيئات تاع المهنيه، نقابه الصحفيين، النقابه تاع المسرح البصري، والجامعه تاع ولا النقابه تاع ملكي تاع التلفزيون. يعطيو كات كونديدا ما يتبعوش الهيئة كلهم تقريرية والمجلس ينتخب. في الصلاحيات نتاع الهيئة، أنا كونساكري الصلاحية تاع 116 إي أون ليزالو فورسي. بقى قلنا كذلك راهو من جهة عندنا ضرورة دستورية باش نعملوا هيئة. أحد اسمه وزارة الهيئة الدستورية لازم نكملوهم الهيئات هذه. من جهة المجلس طالب مجلة للهيئات. ومن جهه قانون السمع البصري اللي يفضي ان بلو غران ديبا اي كومبري على النوميريك، اي كومبري زاد روبونسي القطاع الاعلامي العمومي يتلم ليه كيفاش يكون، وهذا لابد من استشاره موسعه مع الهيئه مع المؤسسات هذه ومع هياكلها النقابيه. كيف كيف فما ان ديبا على الميديا بريفي. دونك قلنا توا عندنا قريب ثمانية شهور نقسم القانون هذا، خذنا في القانون الاولاني وقلنا القانون هذا كان نشاور فيه. المشكله انه منذ ثمانية شهور احنا هوني بلوكي ما نقدروش. لايكا اللي كانت طرف معانا بقاطعه هذا هدفها الاولي يا تلم الزوز يا ما نعملوش. ديكو قدمنا في قانون لايكا في قانون الهيئه قدمناه للمجلس، واليوم ابار بس التركيبه اللي هي مساله دستوريه واحنا تطورنا فيها نتحدى انه اي اختلاف عنا في صلاحيات لك. اليوم الخلاف الوحيد نقسمه ولا نقسموش، كي نقسمه وكي نقسموش معناها هذا باش يتطلق. وانا نقولوا معناها اللي فودري انكور دو تان وحوارات، واحنا اليوم نقول انه لازم نحطوا هيئه دستوريه، والهيئه الدستوريه هذه يعني تحكم بالسونسيس تكمل كما اليوم عندنا هيئه غير دستوريه معينه تحكم بالسونسيس. دونك اليوم الهيئة اللي القاعدة هذه كل سيتي بور سا، هذا شفنا لي كومبلكسيتي تاع هذايا. واليوم الديبا ولا بوبليك، وانا باش نواصلوا في الوزارة نتفاعلوا مع الهيئات المهنية وعلى راسهم النقابة هي شريكنا، ومع لايكا، ومع كل منظمات المجتمع المدني. ابقى ماذا بينا الديبا يكون في الفضاء. وهذا ما هو الا مشروع نسخه وريه الى ان بو ليبرال الى ان بو كذا كله نحكيو فيه، وهذه هي تونس نتاع اليوم. ابقى هات لو ديبا يرجع في الفور، ما نقعدوش نتعاركوا عامين اخرين نقص ولا نقصوش قانون. دونك اليوم نعتقد ان الانتقاد تاع اليوم ايجابيه. احنا اليوم فما لونسومبل تاع الحضارات، احنا اليوم مستعدين وهذا قلناه معناها بالله كاب كذا نعمل كوميسيون ميكس كيما الكوميسيون هذه للاسف عندها 8 شهور ما تلمتش. اليوم قانون الهيئه قاعد يتقدم في المجلس، والقانون هذا احنا اليوم على الاقل بدينا نحكيو في الفوق كي هي بوا بوزيتيف. باش نحكيو في حمله فعل شويه مع